من المجاهد؟ من الذي لم يتخذ وليجة دون الله ورسوله والمؤمنين ولم يوالي إلا الله ورسوله والمؤمنين؟ يعلم الله ذلك من هذه الأحداث التي يحدثها في العالم فيظهر علمه. من الصادق؟ من المخلص؟ اللهم انظر إلى إخواننا من أهل الإسلام في غزة وعسقلان والبيت المقدس والضفة الغربية وبقية فلسطين وبقية أجزاء الأرض بنظر من عندك رباني، تملأ به قلوبهم إيماناً ويقيناً وإرادةً لك ولوجهك ونصرةً لك ولرسولك يا أرحم الراحمين. فإن أهل الصدق منهم ما أعظم درجاتهم، وقد أشير إليهم ببنان النبوة، وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما صح من حديثه: تكون نبوة ورحمة، ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة، ثم ملك عاط ورحمة، ثم جبرية، ثم يتكادمون تكادم الحمير. قال صلى الله عليه وسلم: فجاهدوا في سبيل الله، وخير جهادكم الرباط، وخير رباطكم عسقلان. اجعل اللهم من في غزة من الصابرين والمجاهدين ممن أرادهم نبيك وممن أشار إليهم، أنعم عليهم بذلك وارزقهم الإخلاص والصدق، وكفى بما نزل بهم وبالأمة لكل من عقل أن يتركوا الإرادات لغير الله، وأن يتركوا التباعد من أجل الحزبية ومن أجل المذهبية ومن أجل العصبية ومن أجل أي اعتبار ومن أجل أي ذرع ذرع لهم من ذرع إبليس في التحريش، فقد ذرع كثيراً وحرش بين المسلمين وحق للعقلاء من المسلمين اليوم أن يهدموا وأن يبيدوا زرع التحريش الذي بذره إبليس فيما بينهم، وأن يجتمعوا على كلمة واحدة وعلى قلب واحد يريدون به وجه الله. إلى متى يلعب علينا إبليس وجنده الشياطين الإنس والجن بالمذاهب وبالقبائل وبالمناطق وبالرغبة في الثروات والرغبة في الدنيا، ويضربون بعضنا ببعض ويجندون بعضنا ضد بعض؟ دفع الله شرهم عنا وعن المسلمين، وجمع شمل المسلمين بعد الشتات، وثبتهم أكمل الثبات. يا مثبت القلوب، يا مقلب القلوب الأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا الله، يا